بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورسول الله تعالى. لي حالي بيوم مدى عبد الرحمن اللي بيشي او مطلبه زور سنجين هذا زماني ما مستا بو إثباتي وحدانيتي صانع عالم واجب الوجود، يعني اتحادي ذاتي او ذاتي باري تعالى بحسب وصفي صانعيه واجب الوجود وديار متفرعاتي إقامة برهانك كل بناوي برهان التمانع وايا كآيتك قرآنش إشارة دك ببرهان التمانع شنك لواقع دا وكو حد أوسطك لتمانع استفادة كرا ولا مقدمات مطوية كي آيتك أجدا فقط برهان آيتك بخوي برهان نية بلكو حجي إقناعية وخطابية وعيبج ناية سر آيتك شنك برعايتي اقتضاي حالي مخاطبين وارد بوا من آخر زور شاكر جمع مصاش سعي كر كثابت بك أو حجية إقناعية وأو برهانك عقلي نية شنكين لبرهان عقلي دا دبيت مقدمات يقيني بن أجر مقدمات شرطي بن ملازمة بيني مقدم تاليج ملازمة كقطعي وعقلي بيت دي ملازمة كليرة بين مقدم تالي يكل لمقدمات أو دليل إلهية كما لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا ملازمة كملازمة عادية لورا مقدمة كان فيهما آلهة كتعدد آلهة دقل تالية كفسدتا ملازمة كعادتي لبين عندها البتة فسدتا بمعنى شي ما مصطفى فسدتا بكو بس شي معنى كردوا فسادي بالفعل فسادي بعد الوجود وايا اها شو كنا قال فسادي بالامكان بقري او وانا كده دانيا بوي كدليلك جواب ذاتوا دبيت اولا ملازمه كقطعي به دوما دبيت تاليه كمنتفي به حابب تدليل لسر رفع مقدمي سيدي جاي جابوا يلا فسادتها اما تبقي تحقيقك ما مصيتها بتزاني فسادي بالفعل دقري دلين أجر تعدد آلهة هبا ديال حد أوسطك إج مقدرة أجر تعدد آلهة هبا إمكاني تمانع دبو ونيا أجر تعدد آلهة هبا ويا زور شاكا تبقى عادة البتة يا عقلينية ولا حتما تمانع دبو ولا عادة تمانع دبيتا جا أجر تمانع جهبيتا عرض عثمان لبين دشون ونيا دي باشا فسكوابو أجر تعدد آلهة هبا عرض عثمان لبين دي لكن عرض عثمان لبين نشونا تفكوابو تعدد آلي هنية أهو روش دليلك دو عقادة دو قياسة كده قيت شونا جاء أمل فساد فسادي بالفعل دقرين دلين لازم هاتني فسادي بالفعل لتعدد آلي هرب في عادتها شك عادة تمانع رودة ذاتا بفي وكبارك على فرمية الله على بعضهم على بعض دنا عقلا دكرة تمانع رود ندا كده قيت شونا زور شاك وأوجر أجش بجهن بلين أو حجية كقطعية دي باشا أو وقت إلا فسادي عن فسادي بالفعل دقري يعني خروج عن هذا النظام يعني بمعنى يعني خروج عن هذا النظام دقري كمان فسادي بالفعل يعني إمكان الفساد دقري أجا فسادي بالفعل بقري هو كابلا ضليل التعدد را لازم نايت أو فساد بالفعل شنك إن التمانع بالفعل لازم نايت دقري توافق يعني برسل أو نظام اگه فسادی بیل امکان دگری خود تالیکت باطل نیه بلکه خطا نصوص شرعیش دال نسروی که امکان الفساد که هر هیا ونی آخر دفس کوابو هر مجبوری فسادی بیل فعل بگری بمعنی خروج عن هذا النظام المشاهد و بلی ملازمه که عادی لبینی و لبینی تعدد آلی هدا هیا و حجه که حجه اقناعی و خطابه و قیاسه که خطابیه جا بلام علمای تر سعیان لسرک او آیه بکن به حجه که قطعي وببرهان لكو برهان التمانع كذا قلت شونا لا يقال جاء من لا يكي معنى ناكين ويقال معنى ذاكين جاليك باق سيوان ورقرين أو جابدينين ففي رأي ما وفيت هفضل ذاني نقدي ذاكين يقال دا كتري للايهن داك علماء
الملازمة قطعية. أتنات كتبوي كبرهانك كمركبة لمقدمات الشرطي دبيت الملازمة كقطعي لبين مقدم تاليان ذهبيو تاليج منتفي بيتن أو جاركان قطعا انتفاء مقدم لي ولازم ديو دبيت دليل كقطعي ديخو ملازمة ديردا قطعية ملازمة لبين مقدم تاليان أخفش ما وصفها نوع عادية يقال دا كترنا ولا أو ملازمة ملازمة كقطعية عقلية عقلا لتعدد آلهة فساد لازم ديتا عقلا لازم دي نك عادة هل عقلا لازم دي كوابو حجة كش حجيكي آية كش حجيكي قطعي جا شون ملازمة كده بيتا ملازمة قطعي والمراد أو دو أقعد يو معنى إذا ينبرين عطف السبب بوس المسبب والمراد بوشي ملازمة قطعية بسبب شي ملازمة قطعية ولا تشنكني والمراد بفسادهما عدم تكونهما مراد لتالي كهمان فسد لفسدتاي نفسادي بالفعل بمعنى خروج عن هذا النظام المشاهد كأتو قرتت نإمكان الفساد شو كفسادي بالفعل عقلا لازم ناية لتعدد آلهة را بلكو عادة لازم لي إمكان الفساد كش باطل مية أقلوا بأمل كلمة فسادتا معناه كسيهام دقرين غير أودو معناه كتو باطل فسادتها يعني چی؟ عدم تكونيها يعني چی؟ يعني اگر تعدد آلهة هبان لفسادتها يعني لم تتكونا يعني لم توجد عرض آسمان هل نوكوا هل ابتدا بوجود ندهات شو؟ غير دو معنى كان في شوها اصلا بوجود ندهات دي باشا جا كبرا ضلتا شون لا تعدد آلهة را عقلا لازم ديك عرض آسمان هل بوجود نهات بان او جلد بمعنى ابو معنى يعني آية كمان بو تفسير ذكاته دلي اشتاك ما طويشي تدايا بمعنى آية كيوا معنى ذكينا انه شأن حال وايا لو فرض صانعاني يعني لو كان فيهما آلهة اجر قرار بفرض كرابة دو صانع شكرا آلهة كمان جمعي منطقي منزل لما فوق الواحد منزل اگر فرس كرابات دو صانع مستقيم ناشن يسر لفسدتها تاليك مقدرة لأمكن بينهما تمانع في الأفعال خو ممكن دبو لبين واندا تمانع لأفعال ياندا با تمانعش بالفعل روينا دابا طالما آية إمكاني تمانع دبو يانا إمكاني ويدبو كتمانعين هذي مخالفة يكتر بكين إمكاني ويدبو باش معنى باو معنى كهريكي كتب عالمك باستقلال أمن إيجادي لك وني آخر إمكاني أو تمانع عيده ديجا كإمكاني تمانع ببايا فلم يكن أحدهما صانعا أو أحدهما هرشا معرفة لسياق نفيدا بلان جاري ويا معرفة لسياق نفيدا استغراق دا قيني جا أودير دا بو سلبي كلية دا واقع دا أجر إمكاني تمانع هبا فلم يكن أو في تفريع على شوي لا أمكن بينهما تمانع اگر امکانی تمانع با او وقتی هیچ کام لودوانه بصانع ندبون بله هیچ کامیان ندبون بصانع دی جا اگر هیچ کامیان صانع نبان فلم یوجد مصنوع جوابو بالفعل هیچ مصنوعک من جمله عرض آسمان به وجود او فلم یوجد متفرع علی شوی صانع متفرع علی لم یکن احد وایا راسته ایدی اگه هیچ کامیان صانع نبان هیچ مصنوع اگه با وجود ندهد من جمله عرض آسمان او همان لم یوجد مصنوعون همان لفسدتا یا من لم تتکونا ونی آخر ایدی عرض آسمان با وجود ندهد چون که هیچ مصنوع اگر با وجود ندهد که من جمله ایوان عرض آسمان هاو امکن بینهما تمانع امکانی تمانع بو اي وقت هيج كاميان بصانع جاء اگر هيج كاميشان صانع نبان دي او مصنوع صانع دي بخو او انا هيج كاميان صانعني جو صانع ما فرض كدو هيج كاميشان صانعني دي بس كوابو فلم يوجد مصنوع لا فسادتها او فيدا دروي درين اگر قرار با تعدد الهه هبا امكاني تمانع دبو او مطويه هذا اياتك كامكاني تمانع هبا هيج كاميان صانع ندب که هیچ کامیان صانع نبا، هیچ مصنوع اگه با وجود نداد، که او با عرض آسمان دبی با وجود نهات با. جا او جر.
خو عرض عثمان بوجود هاتون هذه كم انتفيها هذه كرفع بك لكن وجد مصنوع بل مصنوعات بل والله مصنوعات بوجود هاتون وانا محسوس دي بينين دي بس كوابو چيا لم يكن أحدهما صانعا غلطا لم يكن أحدهما صانعا كغلط بولا شرا متفارع بو إمكاني تمانو عكا غلطا إمكاني تمانو كغلط بولا شرا لازم هات لفور لصانعان لازم كوابو صانعاني غلطا دي كان صانعا بن شو بقى عقلا ثابت ما انكر كأو آياتي مفيدي نفي تعدد آلهة بشيوية كعقلي وقطعي ما مصادف فرمي لا يقال أو قصي النبي بقدره حالي هاي بو توجيه كتوج ديكي ديسان ملازمة كلبيني فعل الشرط وجزاء الشرط آياتك داهايا لبين مقدم التالي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ديسان نبي تقطعي دزاني بو نبي تقطعي دزاني ما مصادف إشكال لشوي دقري نا لشوي استلالك إشكال دقري نبو استدلالك تفسيري كردوا آياتك تفسير كردوا مطوياتك شي ذكر كرد قلت لو فر الله صانعان لأمكن بينهما تمانع فلم يكن أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوع ما وصي تفتزاني إشكال لو فلم يكن أحدهما صانعا جالك دلي مراد لعدم تكون عدم تكون بالفعل منظور دواء يعني بالفعل بوجود ندهاتا يعني هم مطلقة حاله شون عدم أجر مرار عدم تكوني بالفعل زي شيء لذاته أجر قرار بدو صانع هبا إمكاني تمانع دبو أجر إمكاني تمانع هبا هيج كاميان صانع ندبو ويا خو إمكاني بلا أوى بلا أجر دو صانع هبا إمكاني تمانع دبو خو إمكاني تمانع باطلة وايا بس كوابو دبي هيج كام لو دوانا صانع نبا ما وصى اشكال او له فلم يكن دقريدا فلم يكن اول فلم اذا فلم يكن كيا فلم يكن احد ما صانعا زرعت بسالبي كل معنى ذاك يا اخا جاب سالبي كل معنى ذاك يا فلم يوجد مصنوع شيء ولا غنى هذا قبل يك كان نبا صانع زرع جاب يك كان صانع بيو مصنوع بوجود هذا هذا بيش معنى كينوا دي ما وصى ضله إمكاني تمانع لشورا لازم دهات بومبلا ليك صانع را لازم دهات يعني لدو صانع را غاية دي بس كوابو تششتك مستلزمي إمكاني تمانع تعدد صانع إمكاني تمانع كباطل بو مستلزمكي ملزومكي بباطل لبهدي هرشي كباطل بو ملزومكي يعني مستلزمكي او شتي كمستلزمي او باطله فهما ده بيتم ملزوم دي لا امكان تمانع رك باطله نهايه تش لازم ديتن نهايه تشتي كيفي باطل ديتن تعدد صانع نك بلا هيش كام يعني نبي تصانع خنها اويلي را لازم لك صانع متعدد نبي اويلي را لازم نبي فلم يكن هيش كام يعني نبي تصانع او تفريعه غلط او تفريعه تدقيت شونا منصد فرميتا لا يقال أو جرى أو قصي النابي بكتري بو نابي لأن علتي لا يقال علتي النفية كيا لأن نقول شنكني إيماء وقت دلين إمكان التمانعي لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع كتشم لو عبارة دبرق ناري كيا أخي الظاهرية جمع ناب كيا بلي إمكان تمانع مستلزم نيا إلا كمستلزم لبو عدم تعدد صانع إمكان تمانع ليرا لازم دي عدم تعدد صانع خو إمكان تمانع عدم تعدد ليو لازم ناي تعدد ليو لازم أجل إمكان تمانع هبو ديار صانع متعددا نق متعدد نينا أجل وابتا أو عبارة هيدا بيشي تداهبتا تأويل تداهبتا كلام سر حسي ملافة يعني محالية إمكان التمانع شنكين أويك إيماء أويك مستدلي بيشو باطلي يعني استدلالي بيكر إمكان التمانع ويان بطلان إمكان التمانع بطلان كي كبدا الدليل لسر فلن يوجد فلن يكن أحد مطلان كوابو دلين يعني أو لا يقال أو جرق سينا بكتربونا يكتر لأننا نقول شكي إيماء دلين أو وقتي إمكان التمانعي
إمكان التمانع كباطلة كمحالة محالبون كي لا يستلزم مستلزمني محالبوني إمكان تمانع إلا مستلزمة لبوشي لبو عدم تعدد صانع بو فقط مستلزمي ويا بو شنكني إمكان التمانع كمحالة لازمة بطلاني لازم مستلزمي بطلاني ملزومة كي خويت دي إمكاني تمانع كباطلة لش ملزومة كرا لازم دهات للو فر لصانعاني را لازم دهات لتعددي صانع را لازم دهات بس كوابو إمكان تمانع كباطل بو كهمان تالية كيا مستلزمي بطلاني ملزومة كي خويتي فايا لشو را لازم دهات لتعددي صانع بس كوابو فقط لي را لازم دهات تعددي صانع باطل بي مستلزمي عدم تعددة مستلزمي وينية كهيش كاميان صانع نبل مستلزم يوكا يكا كيان يعني متعدد نبن نجهش كام ينصانع نبن فايا هس تفريعك أولا غلطة فلم يكن أحد مصانع تفريع دوم فلم يوجد مصنوع درست تفريع بكل إلا لم يكن أحد مصانعا بس تالي بيكلية بلام لم يكن أحد مصانعا متفارع نابلي بيشو شكل لبطلاني إمكاني تمانع نهاية لازم ديتن كملزومة كي أو إمكاني تمانع باطل به كملزومة كشي فرلا صانعانية تعدد صانعان ديجا وهو جاء وجاش فس كوابو لبطلاني إمكاني تمانع شو لازم هات عدم التعدد فلم يكن الصانع متعددا هل أون ده لازم نك فلم يكن أحد ما صانعا لازم هات فلم يكن الصانع متعددا دي كأول يرى لازم هات أوجل لم يكن الصانع متعددا ليرى لازم دي لم يوجد مصنوع ليرى لازم نايا وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع وهو خود عدم تعدد صانع مستلزم انتفاء مصنوعات نية بو بايك صانع مصنوع درس كرد بيتا حالي هاي وهو يعني شي عدم تعدد صانع كلا بطلان امكان تمانع را لازم دهات مستلزمي انتفاء مصنوع نية مستلزمي لم يوجد مصنوع نية كوابو تفريعك دوم مش هذا الغلط تفريعك أول غلط بو بوم راس كرديها كنت ندبي بشي يعني فلم يكن الصانع متعددا هل أويد را لازم دي دي فلم يكن الصانع متعددا إيش خو هو يعني عدم تعدد الصانع كلا بطلان إمكان تمانع را لازم هات في ثابت بو خو مستلزمي وينية كمصنوع هر نبن بو مستلزمي وينية با مصنوع كان با يك صانعي هذا من آخر فس كوابو نتواني ثابت كي بو وانا كي بوجود استدلالي نتواني ثابت كي كصانع متعدد ك أو شتنينة كصانع متعددين حالي هي شو زور شاك همشي لو هاد كملازمة كملازمة خد عيلي وايديا كملازمة كي عادي بجري بتوا معنا آياتك جوان دي توا خو كملازمة كي عادي المعنى هو المعنى في الشيء هو المعنى فساد بالفعل خروج عن هذا النظام المشاهد اي كلمه لازمه عادي بيكون فساد بمعنى كان هو دي سنده هو يتعدد آلهة هبا عادة إمكان تمانع دبو كإمكان تمانع جببا ديوا شدبو لفسدتا إمكان تمانع هبا عادة عرض عثمان دبي بوجود نهات وان با في عادت بو شكا عادتا بيشيان بيكتر دا قردي واني آخر اهنك عقلة عادتا زور شاك اگر اتو لو عدم تكون عدم تكوني بالفعل دا قري واني او وقتي ملازمي بيني ملازمة كدش تجيري سؤال لي ملازمة كدش تجيري سؤال وني آخر دي باشا أول جاك بلام أجر هالمطلقة بقولن فسادتها بمعنى عدم تكون مطلقة شبه الفعل شبه الإمكان أو وقتي ولا دلم مطلقة كأخذ بفردك دياري كي بالفعل كي بقولي همان اعتراضي في شروط ذاتها بالإمكان كي بقولي كأبرد الله خبأت هاليك باطل نية بطلاني مقدمي لي ولا على وي او النقدي بيشو انه شان حال وايا يريد منع الملازمه ان اريد به عدم التكون بالفعل
ومنع ومنع انتفاء اللازم ان اريد بالامكان وارد به منع ملازمك كلا ايتك ايدها ها منع ملازمك اجل شوي دها يا نقل استدلالي نقل التفسير كي مستدل ده ايتك ملازمة لبين كان فيهما آلهة فسدتا أجل معنى عدم تكوين بالفعل بقري كبرة ضلت ملازمة كد ممنوعة بو ممنوعة بل ولا أجل تعدد آلهة هبا لفسدتا يعني عرض آسمان هر بالفعل بوجود ندهاتا ونيا شو كني بابا يك كان بوجود هاتبا ونيا بابا يك كان بوجود هاتبا أوجر أجل فساد بالإمكان دقري دل ولا أجل تعدد آلهة هبا إمكاني دبو عرض عثمان بوجود نين دراسة تعدد آلهة هذا إمكاني دبو عرض عثمان بوجود نين فتعدد آلهة جنب إمكاني دبو عرض عثمان بوجود نين شكا عدم وجوديان هر ممكن أخو شكا وانا ممكنات وجود عدم يعني لا أختي تاليك باطل نيا خطاعتو بطلاني تالي بك يدليل لسر رفع مقدم ومنع انتفاء اللازمي وارد دبيت اسال استدلالك منع انتفاء لازمك لازمك شيء لفسدتها من يعني منتفينية تاب بيت رفع بيت الدليل لسر رفع مقدمي بيت الرفع لسر عدم بيت الدليل لسر رفع تعدد آلهة نها ومنع انتفاء اللازم وارد دبيت اسال استدلالك منع انتفاء لازمك لازمك كفسدتايا كبرد الله او لازمه منتفينيه انتفاكي ممنوعه خو منتفينيه كنج منتفينيه ان اريد بالامكان اجا اراده بكري لفسدتا عدم تكوني بالامكان كبرد الله ولا اجا تعدد عليها با امكاني دبو عرض عثمان بوجودني جد الله خراس امكاني دبو يدار امكان ايه بوجودني هروي دي خو امكاني بوجودنا هاتنيان باطلنيا قبل لكن التالية باطل فالمقدم مثله فلم تعد تتعدد الآلهة أو إسلالك الجواب فاني آخر جاء عرزم كردي هندق لعلماء هندقنا والله هر أكثر علماء نستروان كأو آيتي حجيك قطعية بلام ملازمة جلبين فعل الشركة كان فيهما آلهة لفسدتا ملازمتك قطعية تالية كش باطلة قد عند بيت الدليل سر بطلاني مقدمش بلام دليل كي بشويكي غيري او شويك ما في تفتازاني هنا تحليلي ده كان ده قريته وبو تحليلك آخر فنينا شوني تشريح ده كان تشريح كان زور ساكا جلك تشريح كي تريش بلام كغلطة او تشريحش او جواب نادا دوا باشا اوش بلين باب قريته وبو او تشريحي فيشو يعني منظور ما ويا اقر مثلا ده كتير شدادي تفريم فينا خوي ما في تفتازاني بخوي ديهيني لشرف المقاصد ده دلا اوي تشريح بكين اوجر بلين اجا تعدد الهه هبا امكاني تمانع دبو كامكاني تمانع هبا تي او وقت شد ابو عرض عثمان بوجود ندهات بو بوجود ندهات چونكني او وقت تكوني عرض عثمان يعني اصلا ما بين سر تمانع كان تمانع كهرمال بلا اجا تعدد الهه هبا عرض عثمان بوجود ندهات بو بوجود ندهات چونکه با وجود هاتن یان به مجموعه دو خدا کنده بو یان به کل یک کنده بو یان به یک کنده بو وایا اگر به مجموعه یان با او دردا منافیه دیگه الوهیت چکه الوهیت مختزی کمال قدرت وای که قرار بیت به مجموعه انکار کی بکن دیره قدرت کامل یان نه دانه دانه بنی اخر عجز لازم دیت عجز باطل اگر قرار به کل یک کیان با اوش دنیا کی به وجود هنا با او ترش به وجود هنا با کل عرض و آسمانه کا داود توارد دو علة أبو سليك معلولي أوج دروزني فاني آخر أقد الله والله بيك كيان دبو يك كيان مثلا صانع دبو أبو عو عرز عثمان أو ترجعي بلا مرجع هستك شان باطل ما وصيت تزني أوي رد دكاتوا دلنا ولا دكنين شقي أول بقرين بلين بمجموع دو خدايا كان عرز عثمان كان بوجود هاتونا فاني آخر أتو بلي ولا آخر تمانو أكي فرزي دبو فرز إمكاني تمانو دبو أوكي طبعاً حتى إمكان تمانع جهبيتاً ملازمة نية لبين تعدد آلهة ولبين عدم تكون عرض عثمانات لفرض ويكا هردو كان لقرا دروسيان كبيرا بوشي ملازمة نية ولا تشونكني خو أو تمانع كي فرضية خو وجوديان لرا لازمة تمانعي بالفعل نهاتاً چي لرا لازم ديتاً؟ تمانعي بالإمكان وني آخر ديباشا خو تمانعي بالفعل لازم نهاتاً
كتمانعي بالفعل لازم هاتبا او وقتي اشكال رويدا ده وني اخر او جار او اشتج منافي وانكش يعني منافي كمال قدرتيش نابت او جار كان اقر شمكني تمانعك تمانعك فارزية تمانعك بالفعل روينا داوة عقلا خو بالفعل تمانع رونا دا ممكنة تمانع رونا منافية دقا قدرته اوان عادي شدنا خو كمال قدرت لحد ذاتي خوي دا منافي وينيا كمتعلق بيت بفي إرادي خوي متعلق بيت بخلقتي او عالمي بشيوية كوا كقدرتك يترج لقا بهم كاربي كو او منافية دقا كمال قدرت حالي هي شو؟ اها دشتواني مثلا شقك يترج بكين اختياري شق ثالث بكين بلا ولا ام بلا بعدو سامي عبان يك كان دنياي بوجود هنا با جوخي ترجيح بلا مراجعه ضلنا او يكيان او تريان تفيول كردو بو او اول كتتي اتو تشاد كو ترجيح بلا مراجعه هل هي شو بايراده خو تفيول كردو كتتي اتو بك اتو دروس بس كوا بدي سانج او حجه جوابنا لا توضع عين حجه قط اما جماعه خيالي بشيوي او ايات تحليل كردوا دو شوي هنا وتوغير أو رسماني فيشو أو تصوير وتفسيراني فيشو ما مصطي حتى لتهذيب الكلام ذاك ديخوين إن شاء الله بيجينا كتابك شارح تهذيب الكلام ضلالة عبارتك دقيقا أويا كذا فرمي على ما تفرد به بعض المحققين طبعاً بعض المحققين تنهى أو قصية كلها منظوري خيالية تنهى أو توانيوتي أو رقايد بينتها يا عالم كان ترها مش من كوتي بينا يعني لو مثلا هذا ظلم مهم عقصي منصي خيالي منصي خيالي دو جوران آياتكي دكاتا حجي قطعي براستيش أو دو جوران ظلم مهم ها منظور ما أتوب الشي وكاني بيشو فريب نخوي تيدا قي أتوب الله والله أقر قرابة إمكاني تمانو عبا هيش كامل يعني نبغى صانع بوت شو ممكن أوام منعفيه ذي قال كمال قدراته صانع ده بقدراتي كاملة أوام أقرب شيء سري وبحثي له كم منعفيني ذي قال كمال قدرات بكو توزيع عنده فوشي وأنا كمان صي خيالي هنا وتي تفسيري كده عالمانش بيجي لو دور يعني ريت ريان ندي وتويدي حرشي كهيا فقد ده قالته أبو أو دجوابه جس دقت شلي كتشون ده بتقطعي يك ضل أجر قرار با تعددي آلهة هبا أو وقتي لفسدته عرض عثمان بوجود ندهات چون عرض عثمان بوجود ندهات چون که هر ممکن نبو بوجود بید اگر قرار با تعددی آلیه هبا هر ممکن نبو عرض عثمان بوجود بید تا بالفعل بوجود بید آخر وجودی بالفعل فرعی امکانه فعلیت فرعی جواز تا جواز نبی فعلیت وقع رو ند اگر تعددی آلیه هبا هر وجود عالم هر ممکن نده نتنها وقوع روينا دادا حتى هل إمكاني شينا بو يعني آياتك أو معنى ذاكينا بو دلاء آية لتعدد آلهة را إمكاني تمانع دبو يان ندبو تمانع بالفعل لازم نايا إلا عادة بدنا عقلا لازم نايا هذه إمكاني تمانع لازم ديان قطعا إمكاني تمانع لازم دي. إمكاني تمانع محالة يان محالة دي او محاليه كامكاني تمانع الا تشور على لكن من شيء يعني يكان من شاكه تعدد ثاني يعني دوما وجود عالم تعدد ثاني لقى وجود عالم دي لقى وجود عالم نبا امكاني تمانع شيء تمانع عن شيء ده من شيء امكاني تمانع يك لو دشتانه شيء تعدد الهه وجود عالم زور شاكه خو تعددی آلیه اتو فرضت کردیا؟ هیا دشمنی منو فرض دکه که آلیه چنا متعدده. دیگه اگر وابی امکانی تمانع این محل لیو لازم نداشته چونی او محل دو وقتی اتوش پیتو آم محل نیه کافر که پیو آم محل نیه پیو تعددی آلیه هیا. دی پس که وابو او امکانی تمانع این محل لیو لازم نهاد چونی او تی محل نبود. وایا اگر وابی لشیرا لازم هاد. دی پس که وابو دبی وجود عالم محل. هر شيء مستلزم محالي بمحاله دي امكاني تمانع محاليه مشورة لازم هات يا لتعدد الهه يا لوجود عالم تعدد يعني هيك اكتب تسلميني اذا لو تعدد الهه هيا بس جواب ديار محاليه ومستلزم محالش نابي هر شيء هبي هر شيء هبي نبخوي محالنا مستلزم محالي بنظري خصمي من ده كم معتقده بتعدد الهه
دي دلم اگر وابت امكاني تمانع لشورا لازم هات لوجود عالم ولا توابو وجود عالم محاله توابو دبي عالم هر شبه هل امكاني نبا كامكاني نبا دبي شبه وجودي شي نبا توابو لا فساد تعز اسما دبي هر بوجود نه هات كشي هاي بوجود هاتون يا انا بلا بوجود هاتون اها بس توابو امكاني تمانع لشورا لازم نه اگر وابت شورا لازم هات تعدد يعني توابو تعدد الي هم حاله زر عالمانه زور مهم ماو جوابه. هل فساد كم عليه عدم التكوين؟ عدم التكوين دقي. طالما جاء أوعى لما أنا أتو منشئ إمكان تمانع كيبو روشن كوا منشئ إمكان تمانع شو إمكان تمانع باتفاق منه خاص مكان محالة. فني آخر جباشة أو إمكان تمانع كمحالة منشئ كي شوية. فني دوشت دتواني دنازل بقدي بعنوان منشئ بو إمكان تمانع. أيان تعدد آلهة يا وجود عالم. ديخو تعدد آلهة في المحالنية من ياخر فسكوا منشئ أو إمكان تمانع عدبي وجود عالم بيت إقرأ بوجود عالم محالة كوا بدبي عالم بوجود نهات وحتى محال بوجود بيت كشي وتشاول إذا كان بوجودش هاتوا تشاول لكن التالية باطلة هو بوجودش هاتونا ديك بوجود هاتونا ديارة فسكوا أو من أو إمكان تمانع كلا يرى لازم نهات شو كلا يرى لازم نهات بوجود نهات هاد محال بوجود بيت بوجودش هاتونا محسوس آخر بديهيات هوا فني اخر بس كوابو منشئ امكاني تمانع كمحالة منشئ كشتك تلك هم منشئ شيخ اولا كتعدد ثانية كوابو تعدد ثانية محالة قروابي ثانية تقوم واحد بيتنا حالي هي شون سي باش اوي تريش بلان قرابا سيك دانا لو انا يبو مصاغنا بيتواد قال او معدة خالية بلين مراد لو كان فيهما آلهة آية لو آلهتنا صانع مطلقا مرادا يا مؤثر بالفعل باري تعالى ديهو نفي تعدد صانع مؤثر بالفعل بك يا مطلق صانع أما تفسير كيد بين سرويك مراد لو آلهة من في ديردا آلهة يكن كمؤثر بالفعل بن وافرز لكن كم آلهة منزورة بالفعل تأثير جزار بن جدلين أجر قرار با آلهة متعدد بن كم آلهة أو كمؤثر بالفعل أو وقت شدبو إمكان تمانع دبو وايا إمكان تمانع باطلة وايا كإمكان تمانع باطل بو كابو تعدد شان باطلة شكي كتمان لا محالية إمكان تمانع ما نصير تفضلين قبولي كفو ليرا لازم دي عدم تعدد كابو تعدد محالة كتعدد محال با لو عرض عثمان بوجود نهادبا بو لو راك تعدد محالة دي بعرض عثمان بوجود نهادبا شو كمان كنت باسي آلهة باسي أوانا يكما أثيري بالفعل يعني بالفعل تأثير يانداناوا دي أوانا كبالفعل تأثير يانداناوا كيكا وتأثير يانداناوا يان جدا جدا تأثير يانداناوا سبيلي توزيع أقل لك را تأثير ياندانا ببكو مجي يكتر كتعدد نبو ديارة بشك لعلة عالم فوتا بايا أما باسي صانعه اذا كان كمؤثر بالفعل يان او دو صانعانه يان شن صانعانه بكومجي يكثر مؤثر بالفعل يان اساس سبيل التوزيع ليك كان صانع يا عثمان ليك كان صانع عارف خلاص طيب عشان خو اجر تعدد الهه هذا امكان تمانع امكان تمانع محاله كوابو تعدد محاله كتعدد محال ذا كوابو دبي يكك لو صانعانه دبي يكك كان هذا او انترنا يا أوي تركنا بقى خطر زمان أوي أصلاً أنا بيك ودنيا أدرس كذي أو جزء أقل علة الدنيا فوتا كجزء علة فوتا علة كنا قساة معلول في دروسنا كهو دبي أو عالم دروسنا أجر سبيلي توزيع بقى دلوا لي كان أصلاً دروس كذي كان عرض أجر إمكان تمانع دبو إمكان تمانع باطلة كهو دبي تعددنا بقى دبي يكك يان نبا كي يكك يان نبا دبو بشر لعالم نبا أصلاً كنا بقى كشي أو بشر هي حاليا شو؟ حمد دليلي بيشو تحليل بكينا وكما وصلت شو؟ فلم يكن أحدهما صانعا أو وقتي هيتش كام يان صانع ندبون أقرس سبيلي اجتماع با وايا؟ شمكن أقرس سبيلي اجتماع با إمكان تمانع باطلة كوابو تعدد يان باطلة كتعدد يان باطل با نهاية يقدان دماوا يقدان كش بكو مجي أويتر دنيا يدرس كردبو كو بتاقيتني ماونات وان يدرس كا كوابو صانع نبو فلم يوجد مصنوع هيش مصنوع عقنا دابو كلان أجد الله يلاصق سبيل توزيعه
دلم خو اگر امکانی تمانع با دبی تعدد یان نبا ک تعدد یان نبا دبی یک یان نبا او تر یان نبا او قبل فلم يكن احدهما صانع او جاب سالب جزئيه بقدر كابو يك كان صانع نبو او منتفيك او صانع نبو فلم يوجد مصنوع فعلان كابو بعزق لمصنوعات دبي نبا كشي او بعزج هرشيا هيا وني اخر لفس كابو ديسان تاليه كباطله وبطلان تالي مرتزمي بطلان مقدمه كابو تعدده كباطله واه جوان دي تواوش هاد اللي في شو كه بلام إما صانعان مؤثران بالفعل دقيقين أو صانعان كفرض كين بالفعل تأثير ينكذوا أو دنيا بوجود هنا أو صانعان بقدره أجد دو صانع بان مؤثر بالفعل بان إمكان تمانع دبو بلى إمكان تمانع باطلة بلى باطلة ضايا كباطل بيتن كوابو تعدد أو صانعان كمؤثر بالفعل باطلة كتعدد ين باطل بيت او وقتی که کتو صانع کانش که فرضت کرده بود مؤثری بالفعل لید ده پرسم که تأثیری بالفعل هبو على سبیل الاجتماع یعن توزیع اگر اجتماع بیتن که تعدد یعن نبی دبی دنیا هر نبی نبی بو چونکه به اجتماع درست یعن کرده بود که تعدد یعن نبا بگر وابع علتک نبو و ایدی جزء علت فوتا علتک فوتا و معلول هر نده بود فلم یوجد مصنوع هیچ مصنوع کر نده بود کلن اگر نه دلیل سبیل توزیع درست یعن کرده و خو امكان تمانع باطله كوابو تعدد يان باطله كوابو دبي يك كان نبي تنهي يك كان نبي اگر وابي معلول او اول يان دبو نبا فلم يوجد مصنوع بعلان دبي بعض الى مصنوع النبا كتي او بعض مصنوعات اشهر شيء هي تفس كوابو او فلم يوجد مصنوع باطله كلا يان بعلان وني اخر شي كلا بقري شي بعلان بقري اگر وابي فلم يكن احد مصانعا باطله اگر وابي امكن تمانع باطله اگر وابي تعدد صانعي مؤثر بالفعل باطله صانع مطلق دقر هذه وايلة أختي هيج ملازمة لا ندب جاء أولا زور عالمانا زور عالم للسروين شارح تهذيب الكلام شارع أوي جاني توا حاليا شو هذه مثلا دلاء عبارات تهذيب الكلام دفرمي تقري إشارة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إشارة إلى دليل التمانع تقريره على ما تفرد به بعض المحققين منزلي في خيالية أويا ما وصي شارح تهذيب الكلام دي الله ما وصي عبد القادر المهاجر تقريك أويا أنه لو تعدد الواجب لم يكن العالم ممكنا فضلا عن الوجود لأن إمكانه على هذا التقدير يستلزم إمكان التمانع شكا إمكان التمانعك دو منشئ يهبون منشئ أول كبرى في وباطلنية في وتعدد آلهة كواب منشئ كذبت فقط شيء إمكان عالمك وتوجودك شين حتى إمكانك وني آخر إمكان وجودك هشتا وجودك شين هل إمكان وجودك مستلزم إمكان تمانع إمكان تمانع المستلزم للمفاسد المذكورة كمفاسد كفيش عجز أحد ما ينكل إما أواني كدهايا لفس كوابو فالمراد بالفساد عدم التكون بالفعلية وني آخر أعزور جوان دي تودر لك زور شاك جاء أوجر إشكال جيراوة ألو آيتيا تصانن دلتشي إشكالك كابرا قرتويتي آخر إما كلمة لو جاءوا إشكالية كهية دزاني دشوي دشبوت فين بوي بقالي لكتيب الجامع جده هيا لمختصر جده هيا لمطول جده هيا لزور جانده ما فيه تفتزاني هيناوية يا إشكالية كلمة لو دو استعمالي هن للزبان عرادة يكا كان شايعة يكا كان كما حالي هيشون جاء استعمال الشايعة كجيخو يكبدو تولى ألتهانا معترضك الان اعتراضك يدخلني بناغي اعتراضك لسال استعمال الشايع كلمه لو ناظن لو استعمالك تريشي هيا حاليا شو ذلك استعمال الشايعك معمولا اجر بلي لو جئتني لاكرمتك لاستعمال الشايع زبان عربي ده بو كلمه لو كانجي استعمال ذاك او جمله او كلمه لو لو جمله ده ديار اما فعل شرطك من هي كجئتني جواب شرطك من هي كأجل أكرمتك كلمة لو بحسب استعمال الشائع اللغوي وقتك استعمال ذكري
كفعل شرطك منتفي به سامعش زاني بيتك منتفيه ممتنعه جزاء شرطك منتفي به سامعش زانيتك منتفيه تنها يكشت سامعني زانيوه كأيوش أويا انتفاء جزاء شرطك بسبب انتفاء فعل شرطك كأبو سيشت من هيا لإستعمال كلمة لولا هر سيكيان دبي بينجي جاء استعمالي لو صحيحة دبي فعل شرط منتفي به جاء انتفاء كش معلوم به لنظر سامعي زاني به تك منتفي جزاء شرط منتفي به سامعش زاني به تك منتفي حالي هشون أوجر مطلب استهام دبي انتفاء كان لزمان قزشت دابي لزمان چه دابي؟ لو بو زمان قزشت استعمال لك انتفاء كان لزمان قزشت دابي او سيانة سامع زانوية مطلبك شوار مش هي سامع نيزانية كأوج اويا انتفاء جزاء شرطك بسبب انتفاء فعل شرطك بوا يعني انتفاء فعل شرط سبب بوا لبو انتفاء جزاء شرط فتو ظلم لو جئتني لأكرمتك اگر هاتبا لاي من كنجي لزماني قزشت دا لأكرمتك احترامي توم دا قر كنجي اها ظلام نهات ويا لاي من امش احترامي توم نقشت ويلي دي زي فس يعني بلامك يبدو هذا دي بلام نهات ويا بويا احترامي موتو منتفي بوا اتوي سام مخاطب دزاني كجئتني منتفي بوا نهات ويا لاي من دزاني اوي انتفاي اول دانا دزاني دجزاني امن احترامي توم نقرت ولا زماني قزشت دا او جزاني دزاني انتفاي او دوانج لزماني قزشت دا بوا وايا او انا هم وان دزاني ادي اخبارك من تشتكي بفائدة دا لبوتو كانت زاني وا اخبار دي بفائدة كابي فقط او فائدة دا كانت زاني وكا اوج اوايا انتفاي اكرمتك لزماني مالي دا بسبب انتفاي جئتني بو شنك النهات بوي او بوا سبب كامن احترام النقرم فقد أولينا ظانيك أمن بو إخباري أو بترادك يعني. جوال رسل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت هذا الجانب وايا فعل شرطك كان فيهما آلهة تعدد آلهة جزاء شرطك فسدت دي دبي فعل شرطك منتفي بيتا دبي سامعج أوي زاني بي انتفاء تعدد آلهة زاني بي جزاء شرط دبي منتفي بي سامعج دبي أوي زاني بي جا اوجد که منتفی به کنگی منتفی به در زمانی گذشته ده فقط چی نزانی و؟ نیزانی و که علتی و سببی انتفای فسدتا لزمانی گذشته ده انتفای تعدد آلیه بود فقط اوی نزانی بود حالی هیچون؟ امش به اخبار اوی فراده کنی دوار غلطه بو چون که سامع دیره ده انتفای تعدد آلیه نزانی و چون که باری تعالی دیهوی استدلال بو سامع اکی بکه كشان معتقد بتعدد صانع بهشتا نيزاني وصانع متعدد يانا ديهوي بوي ثابت بك كمتعدد نية ده اجي انتفاي تعدد صانع هر فيشتر زاني بيتي دليل بو شي صانع حالي هي بو آيات ديهوي باري تعالى الدليل بين تولى سلوي كصانع متعدد نينا بايا كانتفاي فعل الشر بوا باري تعالى ديهوي دليل يسر بين ده اگر انتفای تعدد صانع كفعل شرطك يا ففي استعمال غالب لو اگر قراب بو سامعي هر معلوم بيت هذا دليل بو چيه دليل كان نشان ده كان ني زاني و استعمال لو جواده كان كسامع بو خو انتفاعك زاني بي و او جار كان استدلالك فقط شي في حساب ده به كتعدد صانع منتفي بو لزمان ماضي ده شو لو بو انتفاي فعل شرط جزاء شرط لزمان شو ده ماضي يعني شيء يعني لزماني مالي ده تعدد من دفي بوا خلاص لزماني آلي هذا ذكر ثانية شبه فجنية حساب دو فساد اللي يرى لازم دفي استعمالي لو حالي بوش من جاء أو معترزيا لي حالين يكلو بيجغ لو استعمالي استعمالك تريشيا أو استعمالي تريش مشهورة باستعمال مناطقة ظلام غلط معنى هذا كان وك استعمال مناطق نوب معنى منحصر لمنطقي ده بل كوب معنى لو لمنطقي ده منحصر لو استعمالي ده نك استعمال لو معنى دوم ده منحصر لمنطقي منطقي كان لو فقط بو او معنى دوم بكرد اما او معنى دوم اجهر شيء لغويه او شيء لغه عرب انا فقط استعمالك كم ترى بالنسبه لاستعمال اول كيف في ضمن لو استدلاليه كده شلون معترض باغاه
جلك اعتراضك بخويني جابين في بلن كاكا رازدك لو اگر بفي او معناه كتودي لي او با سكد واريد بو بلان خو او لوا همان او لوان يكتودي لي لو كترا معناه كترا عليه شلون فان قيل اجل روي اعتراضه وبكتري مقتضى كلمه لو مقتضى كلمه لو بفي لغه او كلمه لو داوي دكا بفي لغه او يعني ان جاء نظن يجو استعمالها فني آخر أو في وهل أو معناه هي أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول كلمة لو مفادك أويا مقتضاني مفادك مفاد كلمة لو أويا ك انتفاء الدوم دانا كجزاء الشرطة ويا كانتفاء بوا لا شو دا انتفاء بوا لزمان ماضي دا انتفاء بوا ودبي معلومش ببو سامي انتفاء دوم دانا كجزاء وشرطة كمعلومة أو انتفاء للاي سامعي كانتفاء شبوه لزمان مالي دا بسبب انتفاء أول دانا كفعل شرطة لزمان مالي دا كأوج معلومة بسامعي فقط سببية كمعلومة فايا شوار مطلب هنا يدي أولا انتفاء فعل الشرط بوه انتفاء جزاء الشرط شبوه هردك انتفاء كانش بسامعي معلوما وأوجه المطلب يسمى ويا لزمان جزشة دا انتفاع هو فقط سامع أو مطلب شوارمين عزانيتا كانتفاع أول دانا سبب بو انتفاع جزاء الشرط ويا وكو مثال هنا وبل لو جئتك لأكرمت لو جئتني لأكرمتك دي باشا الآن أقر واب شينا في شي أو آية معنى دا بيتا شي لو آية دا ببي أو معنى فلا تفيد لو آيتي دا شف بفائدة دا هيش فائدة كنيا إلا أوندا إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي كهمان دوم دانا بسبب انتفاء التعدد كأوج أول دانا فقد أودا قيني دلالة دكا لسروي كانتفاء فساد نك مطلقا بل كل زماني قزشتدا كمعلوم شابو سامعي بمعلوم بنشوف بسبب انتفاء تعدد كفعل الشرطة لزماني قزشتدا كأو انتفاع كج معلومة فقد سامع شي نزاني ونزاني وكانتفاع تعدد سبب لبو انتفاع فساد عرض أسمان فقد أو نزاني آتك فقط أو سببية تيدقيني كسبب انتفاع فساد لزمان مالي دا انتفاع تعدد سامع بو لزمان مالي دا ديد حالة كده انتفاع تعدد بو سامعي هشتا معلومية باري تعالى ديوه بإستدلال بو سابق يك دوما مطلب فقط انتفاع تعدد ثانية إلى زمان جزشة دانية بل إلى زمان جزشة دا ثانية متعدد نبون بل أم لا عند ذلك كريم متعدد بل بلكو هدف أويا بل ثانية هر مطلقة متعددين نلا جزشة دا نلا عند هل هي شو؟ أجر أو اعتراض بجيري قلنا الجواب دا دلين نعم بل قصة كدوايا بل أم كوايا بحسب أصل اللغة بحسب شيء أصل اللغة كاستعمال الشائعة أو كاللائقة للغة ذاك استعمال الشائع كثيرة كيد بلام لكن واتي مقال لو فقط أو معناي هذا أو لو اللغوية في دلان وفي دلان لو خارجية حالي هشون نعم أو كلو بدوا ودي لو الشائعة في دلان لو اللغوية في دلان لو خارجية في دلان شنك دي هويتا سببيتي فعل الشرط حالي هاي سببية انتفاع فعل الشرط لبو انتفاع جزاء الشرط لخارج ده بقيني نقبة في علم خارج علم استدلال نية حالي هاي شون فقد ده هيد ده خارج ده بلايتن أري السبب انتفاع أو جزاء الشرط يا لخارج ده شبو بويت أو جزاء الشرط لخارج ده بفوته انتفاع فعل الشرط كبو فقد كاريبة عالمي خارجة كاريبة استدلال وعلم وتصديق نية راستة أقروابة بلام لكن واتي ما قال لو فقط أو معناها بيتا لكن قد تستعمل للاستدلال جاري ويا لو استعمال لك ليلة شويدة هل لغدة هل لسان شويدة مالي لما امتق دا ها لما امتقش دا ويا بلام ما امتقش هل شوي وري قرتوا أخي قبل أولا لما انتق دا وكبر الله يخو القرآن دا في منطق وأوانا وارد نبوة وفي علمي ما انتق فني آخر دغين نا هل استعمال دا كريد لخد اللغة تجدا بلان باستعمالك كم استعمال دا كريد للاستدلال لبوشي
استدلال كريبة عالمي خارجي يعني بزهنا كريبة علمة دي باشا استدلال بشي دكريت معمولا استدلال بشتكي معلوم دكريت تشتكي مجهول وايه دي شتكي معلوم هيا ديكي دليل تشتكي مجهول جزيرة ده انتفاع جزاء الشرطك انتفاع جزاء الشرطك كمعلومة بمخاطبته ديكي الدليل لسر انتفاع فعل الشرطك كمعلوم نية بمخاطبته كاريشي بزمان نية أو لوي استدلالية أصلا كاري بزمان نية هيتش زمانية ناكين أو لوي كيشو زمان معضي دقين استعمال لك ربو استدلال استدلال بچي بانتفاء الجزائي كأوام دبي معلوم ببو سامعي جايا معلومي بالبداهة بيا بالنظر دبي بو سامعي استدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرطي لسر چي كانتفاء الشرطي كبو سامعي معلوم نية وني يا شك تداهي منكريتي هل هي شلون من غير دلاله على تعيين زمان بخوش هيج دلاله كيف تعيين زمان هي قريبه زمان گذشتني هل هي شلون وايده ديتم يعني اما جزاء الشرطك من هي كمنتفيه سامع اجد زانيت كمنتفيه زيان ببداهات يان بنظر فعل الشرطك من هي كاوج منتفيه بلا سامع نيزاني امن دينم انتفاء جزاء الشرط كسامع زانيتي بنظر يان ببداهات دي كما دليل لسر انتفاع فعل الشرط كسامع اي نظاني حالي هشون خارشي بزمان مالي او انانيا مثلا شوف مثال مبين كما في قولنا وكل قولنا هل لغة دابل لو كان العالم قديما لكان غير متغيرين اجر قرار با عالم قديم بايا تغييري بسر دا ندهات كشي تغييري بسر دا هاتوا كوابو قديم نية يرد في علوشاتك من هي كتشيا قدم عالم كسامع من معتقد نية بانتفاعكي نازاني قدم عالم منتفية في وقديمة نازاني قديم نية هل هي شون؟ أوجد جزاء الشرطك من هي لكان غير متغيرين عدم تغير أوج منتفية عدم تغير منتفية تغير هي يدي عدم تغير منتفية بل أن تستمع أو انتفاع دزانت انتفاع جزاء الشرطكي دزانت دزانت كعالم غير متغير نية بلك متغير دزانت عدم تغير منتفية جب بدأت دزانت يعني بدليل بو ثابت جادينم انتفاع أو جزاء الشرطية كمعلومة بو سامع انتفاع عدم تغير كهمان دبيت وقوع تغير زي كما دليل لسر انتفاع فعل الشرطكا كدلم ولا فعل الشرطك منتفية كقدم عالمك وابو قدم عالم منتفية هل هي شون؟ قدم عالم ملزومة شي ليرا لازم ديتن؟ غير متغيري ليرا لازم ديتن كأو لازمة باطلة هر وقت اقول لازم باطل بو كأتوش دزاني لازمة كباطلة ليرا لازم دي بطلاني ملزوم كوابو ملزومة كش باطلة كهشتا نبزاني بو باطلة اوش باطلة كاريب السببية خارجي كاريبة يا علم مشكة يا كاريبة تصديق يا تصديق بانتفاع الجزاء زي كما الدليل لسر تصديق بانتفاع فعل الشر كاريشي بزمان يا تلاقيت شو أنا جاول آية من هذا القبيل أو آيتش عينا لو قبيلة يا يعني شو فعل الشر كمان هي كتعدد آلهة كمنتفية بلان سامع نيزاني ومنتفية أمن دم هي بوي ثابت كم انتفاع أو فعل الشر يا جزاء الشرط كمان هي كفسادتها كأوج منتفية بلام سامع زانيوتي زانيوتي كفسادتها منتفية فسادتها بهر معناه به بمعنى فساد بالفعل به خروج عن هذا النظام يعني عدم تكوني بالفعل به سامع زاني منتفية وني آخر جباشا أو انتفاء أو فسادتها كمنتفية كسامع عجد زانيتن بدأت يعني بنظر دي كما الدليل لسر شي لسر انتفاء تعدد الثانية سر انتفاع فعل الشر دليل شيء كفعل الشر كتعدد آلهة منتفية نكس سبب شيء دليل شيء هل هي شون دليل شيء كتعدد صانع منتفية ولا دليل أو فسادتها منتفية جباش فسادتها كمنتفية بشرطك هي بانتفاع تعدد صانع دلهم شون كفسادتها لتعدد را لازم دهات ويا كفسادتها منتفية وكخوش الدزاني منتفية كوابو دبي ملزومة كشي منتفي بيتن كتعدد صانعة أقرب تعدد صانعة منتفية أو لو في ضمن لو استدلالية كارشي بزمانية لو علمية هل أو استعمال شيء استعمال لغوية
آيتكش لو قبيلية كأو استعمالش هيا لزباني عرب دا بابا عند ذا استعمال أولي دويش زور نبيتا كوابو آيتكش لاستعمال زباني عربي خارج نبوة وني آخر وإشكالي كتورجيلي وارد سر نبوة جزور سر جا زور عالم دير دا باشتباه شونا او كان لكتب كان النحو دا ذكر كراوة معمولا استعمال أولي داوة لكتب كان النحو دا ذكر ذكر دلين لو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول لو لانتفاء الثاني بسبب انتفاء الأول لو دان دراوة كدلالة بكا على سروي كانتفاء جزاء الشر بسبب انتفاء شبوة فعل الشر يعني انتفاء فعل الشر سبب ولبو انتفاء جزاء الشر كانتفاء فعل الشر وانتفاء جزاء الشر هردك شان معلومي سامعن لزماني مالي دا انتفاء بوا جال لو فقد اوندا دقيني كانتفاء جزاء الشر كمعلومة بو سامعي ومنتفيش بوا لزماني قدشت دا متسببة ومتفرعة لانتفاء فعل الشر توا كأوج معلومي سامعي فقد سببيتك اي نازاني لكتب نحو دا اواق تراوا ما وصي ابن الحاجب هاتوا دير دا اشكالك اللي نحاد يستوى جنحاد معناه غالبي لو ينكتوا ها اوش ما اللي إشكالك اللي قرتم كتبت أو تعبيرين جو كاملا هر غلطة لو هر ناكربو أو معناها أبدا حاليا شون أوش برعكس أو معترض زي فيشو أخو معترض زي فيشو لو منحصر كذا ولو استعمالي ما نصي من حاجب لو منحصر ذكاء استعمال دوما كيدا دل أصلا غلطة أو قصي نحويا بل كده بواضلا بل لو الانتفاء الأولي الانتفاء الثاني الانتفاء الأولي بسبب انتفاء الثاني نقل الانتفاء الثاني الانتفاء الأول نالين لو دان دراوة لبوي كدلالات بكا لسر اوي كانتفاي فعل شاد بسبب انتفاي جزاء شاد او غلطة ظني بو غلطة شون كدلال جزاء شاد لازمة فعل شاد شيا ملزومة دي لازم ذكره لملزومي چه بيتن عام تربي ملزوم خاص تربي دي انتفاي اخصي ده بيتا سبب لبو انتفاي اعامي نا والله با اخص منتفي به هج اعامش منتفي نبي لازمي اخص اكتب ده بيتا جي كأنجو دلن لو دلالة دكالة سروي كانتفاي جزاء الشرط كدوم دانيا بسبب انتفاي فعل الشرط كأول دانيا غلطة شك أول دانا ملزومة دوم دانا لازمة انتفاي ملزومي نابت السبب لبو انتفاي لازم شك ذكري لازم لازمة كأعام بيت بس كأوبو دبي شون بلين بلا والله لو الانتفاء الثاني لو الانتفاء الأولي الانتفاء الثاني دلالة دكالة سروي كانتفاي أول دانا بسبب شبوة بسبب انتفاع دوم دانا وراسه شكل دوم دانا لازمة يعني دبي مستوي بي يعني دبي أعم بي شو مستوي بي شو أعم بي انتفاع ومستلزم انتفاع فعل شرطكيات شو مستوي بي تنشا أخذ بي فايا أجا جزا وشرط مستوي بي لبو فعل شرط انتفاع مستويك مستلزم انتفاع مستوي ترى أجا جزا وشرط عام تربي لفعل شرط انتفاع عامي مستلزم انتفاع أخذ بي كوابو بلين لو الانتفاع الأولي الانتفاع الثاني او اشكالك لشوي قرتوها ده نحوياني قرتوها غافل لو كاك او قصي كنحويان ديلين معناه اولي لو كاريبة استدلال هرنية كاريبة شي هيا تسببي في الخارج هيا وايا كاوان شدا كان بسبب في استعمالي غالبي لو شاولي ده كان انتفاي فعل وشات بو سامعي معلومة لزماني قزشت ده انتفاي جزا وشات بو معلومة سامع هرب كان دزاني نج يككياني نزانيته فأتو أو يككيان بوي ترسابيد بك هردو انتفاع كان دزاني لزماني قزشت دار روي داون انتفاع كان في عوشاج منتفية جزاء الشرطش فقد نازاني كاميان سبب ابو كاميان أتو في دلي كاكا أول دانا سبب ابو انتفاع دوم دانا دجزاني هر كان منتفينا خناتو نادم نام هوي استلال بكان بانتفاع كان سانتفاع ويتر فقد دام هويتا سببيتك كلبيني انتفاع أول وانتفاع دوم دا هاي بوي بقينا دلن إن سبب انتفاع دوم دانا لخارج لا شبو انتفاع أول دانا بو دي كاريبة استلال نية لا استلال دوايا استلال بانتفاع أخص ناتواني بكيت ناتواني بكيت دليل لسال انتفاع جزاء الشرطك كأعام كيان فلانا كيان أو كاريبة عالمي خارجة وتسبب في الخارجة لخارج لا سامع زانيتي هرف كان منتفينا فقد ناز زانيتي كتشيهايا سبب أبو شيهايا بإخبار بكلمة لو خبري في دادم كانتفاع أول سبب بولبو انتفاع دوم لخارج دل زمان قدشت دادم حالي هشون جاء ابن الحاجب استعمالي لوي استدلالية لي تكشوا دقال استعمالي لوي لغوية
جاهاتوا ببي مقتضى لو استدلالية اعتراضي قرتوا لو تعريفي كنحاد للو اللغويان كشي تفسيري نحاتا تفسير بولوي اللغوي بحسب استعمال الشارع لو استدلاليا استدلال معناك غير شايع ابو لولا لغدا او شيء بلام نحات او يعني نكتوا هذوك شان راستا بلام يكتيان نابت الدليل صار بطلاني او لو هذوك استعمال الشان بو يا منصده فرمي وقد يقع وقد يشتبه على بعض الاذهان احد الاستعمالين بالاخر جاريوايات هيك دتشيو ملتبيز دبي لسر بعضك لأذهانا مرادي ابن الحاجبة اشتباهي دبي يكك لدو استعمال كان كاستعمال اللوي اللغوية كهما اللوي خارجية لقال لوي استدلالية كهما اللوي علمية دي اشتباهي دبي باستعمال او تريان فيقع الخبط او وقت شرودة دا او وقت خبط اشتباكاري و وانا قمراهي رودة داتا واني اخر سر لي شواوي سر لي شواوي رودة داتا هل وكبو ام الحاجبي او الرويداوة هاتوا اعتراضي قرتوا لكلمين وحاد كذلين والله لو لانتفاء الثاني بسبب انتفاء الاولي كنت اخوة او غلطة اصلا ظلام اعتراضك يلي قرتوا بفي مقتضي لو استدلال يلي قرتوا في وهو استدلال اخوة او باصي ما باصي استدلال باصي لو خارجية هل هي شون؟ داو لما طوال الجامعة مصات تكراري دكاتوا لمختصر جدا لجاميج ده هرخدي شيخي جامعة هاتوا نقدك ابن حاجب كردي دكاتوا وقتين نحاتان مصات جامعي جوابي دكاتوا طبعا لو دو استعمالي هنا او استعمالك يانا او استعمالك يانا او كان نحات يلا نابي او استعمالك نابي تدليل سال بطلاني استعمالي او تربدو معنى والله كلا ولا لغة جهر جريبو معناك بكار دبريد هروكو او معترزي شرح الأقايدي فإن قيلا هاتبو استعمال أولي اللوي وني آخر كردبو يدليلك لسروي كوالا لو دو آيات دا مشكلة دا آية نيزاني بك أولا ولو آيات دا لو قبيلني لا قبيل استعمال دوها عليه شون دي حالي بودا دا اشتبه رجو بركاتي هيا بنا معمولا